بسم الله. ربنا اجعلنا أولي بأس شديد على أعدائك وأعدائنا يا كريم يا ناصر يا معين. لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن بلام وفعل التوكيد ولتعلن علوا كبيرا. هذا ما يعرفوش ربي. أنت كنت تعرف تكون متواضع vraiment tu connais vraiment ce que ça veut dire Allah, tu ne peux choisir que l'humilité. تواضع إليه مش تكبر. وبنو إسرائيل بلسان تواضعوا لك باش شذمتك وورطوك في اليسوس على قومك ويرتوك بمال حرام ويوعدوك بأمال ما لا بأس به في بنوك وهمية ويلعبوا بيك وبعد يطيشوك كيف الكلينكس. نسأل الله السلامة.